وسهلا بكم مجددا متابعينا على قناة تسعة. هذا هو الموعد الأسبوعي في لو رونديفو، لقاء خاص مع ضيف خاص، وضيفي الليلة هو من بين أكثر الشخصيات النهضوية حضورا على الساحة التونسية في هذه السنة وفي أكثر من واجهة في علاقة بأزمة الكورونا. اعتبره البعض جنرالا يقود حربا ضروس ضد هذا الوباء، وفيما اعتبره البعض الآخر مجرد دعاية وتسويق لبطولات وهمية. في خلافات النهضة يرى فيه البعض منافسا جديا لزعيم الحركة راشد الغنوشي، ويرى البعض الآخر فيه زوبعة في فنجان. الجنرال أم زوبعة في فنجان؟ هذا هو ما سنكتشفه الليلة خلال نقاش مطول مع ضيفي دكتور عبد اللطيف المكي، وزير السابق وزير الصحة السابق والقيادي في حركة النهضة. ونقاشنا مع ضيفنا باش يتمحور في حول ثلاث مسائل كبرى: عبد اللطيف المكي والكورونا، نجاح أم بروباغندا. في محورنا الثاني مؤتمر النهضة، معركة الرسائل للمئات قيادي والردود على هذه الرسائل، وأخيرا هل بلغ الوضع السياسي مرحلة الانسداد؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفي الليلة في لو رونديفو عبد اللطيف المكي. عبد اللطيف المكي هو طبيب وسياسي، وهو أحد القيادات التاريخية في حزب حركة النهضة. يعد من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للطلبة عام 1985، وتولى أمانته العامة بين 1989 و1990. في التسعينات حكم عليه بالسجن 10 سنوات في عهد نظام بن علي بسبب نشاطه الطلابي. انتخب نائبا للنهضة في انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011، كما انتخب نائبا عن النهضة في الانتخابات التشريعية 2014 عن دائرة الكاف. هذا وشغل المكي منصب وزير الصحة في حكومة الترويكا بين 2011 و2013 تحت إشراف كل من حمادي جبالي وعلي العري، كما عين وزيرا للصحة في حكومة الياس الفخفاخ سنة 2020، وأقيل منها في 15 جويلية من نفس السنة. سعيدة جدا باستقبال دكتور عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق والقيادي في حركة النهضة. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونستسمح باش نحي البافات، هاني بعيد. بعيد، ثم أي ثم المسافة، مسافة الأمان ما بيناتنا. مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد اللطيف المكي. كما قلت ثلاثة محاور كبرى، وأكيد باش نبداو بهالوضع الوبائي اللي سيادتك كنت في وقت من الأوقات في الواجهة الأولى لمحاربته وللسيطرة عليه، أيضا مؤتمر حركة النهضة والمخاض داخل حركة النهضة والوضع السياسي كيفاش تراه اليوم دكتور عبد اللطيف المكي في بلادنا. هذا هو باش يكون محاور النقاش مع ضيفي الليلة، لكن البداية تبدأ بهذا الوضع الوبائي. منذ دخول فيروس كورونا إلى تونس في غرة مارس المنقذي، قاد وزير الصحة السابق والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي الحرب ضد الوباء المجهول اللي أثر آنذاك مخاوف التونسيين وأربك قادة الدول في جميع أنحاء العالم. المكي اللي كان في مواجهة إعلان أول إصابة بمرض كوفيد-19 بعد نهارين فقط من تولي حقيبة وزارة الصحة في 2 مارس 2020 اعتمد خطاب هادئ ومطمئن نجح من خلاله في توحيد الرأي العام حول وزارة الصحة وامتصاص موجة التشكيك والتساؤلات حول الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس. في إدارة الأزمة اختار المكي نزع جبة القيادي السياسي مستبدلا إياها بميدعة الطبيب الميداني اللي حرص على المشاركة بنفسه في حملة التحسيس ضد الوباء، وظهر في أكثر من مناسبة في مظهر المنهك، خاصة في اجتماع مجلس الأمن القومي اللي أشرف عليه رئيس الجمهورية، وباكيا في الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية اللي استنكر فيها حالة الاستهتار بالحجر الصحي الشامل. والدموع هذه دموع القوة ليست دموع الضعف. سنظل يعني كمؤسسة صحة وكباقي مؤسسات الدولة نعمل إلى آخر رمق وبأظافرنا إذا كان لزم. ونالت الإجراءات اللي أعلن عليها عبد اللطيف المكي من غلق الحدود وإعلان الحظر الصحي الشامل استحسان في أهم من الشعب التونسي، والتصق نجاح تونس في تحقيق الصفر إصابة بفيروس كورونا في 8 جويلية الماضي بعبد اللطيف المكي اللي لقب آنذاك بجنرال الكورونا. نجاح قوبل بموجة تشكيك من قبل بعض السياسيين وحتى الدكاترة اللي اعتبر بعضهم أنه المكي اتخذ قرارات خاطئة في علاقة بإدارة الأزمة كبد بها البلاد خسائر مالية كبيرة. وزارة الصحة
فيها إطارات، خاطر أنا كنت باتصال فيها ناس تفانت، لكن تقدير الموقف العمل يعطيهم الصحة ويأخذوا ياخذوا عليها 14% 14 على 20 وشنو، لأنه حطوا سبيطارات، حطوا ثم مجهود، هذاك مش ببلاش، لكن تقدير الموقف، تقدير الموقف ثمش حتى 6 على 20. فهل أن المكي هو فعلا الجنرال اللي قاد المرحلة بنجاح واستطاع إخراج البلاد إلى بر الأمان، أم أنه دوره كان يندرج ضمن البروباغندا والفرقعة الإعلامية؟ دكتور عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق والقيادي في حركة نهضة، باش نبدأ معك بالتقييم للفترتين. نعرف سيادتك كنت وزير الصحة في حكومة الفخفاخ، اللي توصف الوضع أنه كانت موجة أولى عشناها خلال هذه الفترة، لكن الحكومة الحالية تقول لي ما عشناش موجة أولى، والموجة الصحيحة والفعلية قاعدين نعيش فيها حاليا. خلينا نفهم ساعة، نحط الأمور في نصابها، شنو هي حكايه موجه اولى موجه ثانيه، عشناها ما عشناهاش، شنو صحيح من الغلط، وشنو الفرق بين المرحلتين؟ لا، عشنا موجه كما كان العالم كله يعيش في موجه. احنا شفنا شنو صار في ايطاليا، شفنا شنو صار في فرنسا، اسبانيا، المانيا، شنو صار في مصر، في الجزائر، في الدول الخليجيه الشقيقه. احنا الموجه خنقناها منذ البدايه، استبقنا، كنا ناخذ إجراءات المرحلة الثانية ناخذوها في المرحلة الأولى، وبالتالي خنقنا الموجة هذه منذ البداية، وكنا احنا سابقين مش هي سبقتنا. ولذلك الموجة ثم موجة، ولكن احنا سيطرنا عليها بفضل عملين. العمل الأول هو إغلاق الحدود وحظر الجولان، بمعنى منع التجمعات، وفهمت، وبالتالي ما عادش عندك حالات وافدة اللي باش تزرع لك الفيروس، واللي فرطه ودخل معناها للبلاد وعمل سلاسل متاع عدوى، عملنا له التراكاج يعني نحصدوا فيه حصدا، وبالتالي وصلنا إلى صفر حالة، وهذه نتيجة يشهد بها الجميع. ثم ولايات كما جندوبة أظن يعني كانت قاعدة شهرين كاملين وأكثر أظن بدون أي حالة كوفيد، يعني استبقت باقي ولايات الجمهورية، كانت من الولايات الأولى اللي بقات أسابيع، لدرجة أن احنا تفاجأنا. يعني النهار جابت الدكتورة نصاف بن علي الإحصائيات، هي والدكتور محمد الشاهد جابوا الإحصائيات نتاع سرعة انتشار المرض، وقالوا نتاع الأسبوع هذا ماناش باش ندخلوهم في الستاتستيك. علاش؟ قالوا لي أنه تحت صفر سرعة انتشار المرض، تحت صفر، أكدنا أسبوع بعده، أسبوع بعده فتأكدنا، وبالتالي كان ثم موجة وتم السيطرة عليها بقوة. مش معقول تقول الإقليم كامل السيطرة هذه يا دكتور، مهم جدا أنك تقول وصلنا للوضع الصفر، صحيح قرار الحجر الصحي الشامل كان ورقة مهمة جدا لحد من انتشار الكورونا فيروس في وقت ما، لكن توا ثم شكون اللي يقول كان ربما قرار ماهوش في محل، وربما كانت ورقة استعملت قبل أوانها، ارتكبنا أيضا أخطاء في مسألة تنفيذ الإجراءات المرافقة لفتح الحدود، وهو اللي كان حل باب جهنم على التوانسة مرة أخرى، وخلينا نعيشوا هالأعداد الكبيرة والكبيرة جدا من حالة إصابة ومن حالة وفيات أيضا. شوف، في أوروبا احنا استعملنا المبادئ الكلاسيكية نتاع الطب الوقائي، وخاصة في مسألة الوبائيات استعملنا ليزابيسي، الأبجديات الكلاسيكية التقليدية. بالنسبة لبعض الدول الأوروبية حبت تستعمل نظرية مناعة، ما يسمى بنظرية مناعة القطيع. القطيع بالضبط. وثم شكون أعلنها كما في بريطانيا، وثم اللي ما أعلنهاش، ولكن شافوا الأضرار كبيرة، يلون شونجي دو استراتيجي أونكور متاع المواجهة، فكانت الأضرار ورغم منظوماتهم الصحية القوية ياسر في الإنعاش، هذه منطقة اللومبارديا متاع إيطاليا من أفضل المناطق في العالم في طب الإنعاش، ورغم ذلك معنا المنظومات الصحية انهارت، وشفنا في قلب أوروبا كيفاش مريض تلقاه راقد على كردونة في كلوار. فبالتالي احنا ما استعملناش النظرية المغامرة هذه، واستعملنا مبادئ الطب الوقائي لمحاصرة المرض والاكتشاف السريع والمعالجة السريعة والتوقي السريع، ونجحنا فيه والحمد لله. بالنسبة لفتح الحدود،
آجلا أو عاجلا كان لابد أن تفتح الحدود. احنا حدودنا تفتحت في 27 جوان على قواعد علمية. كيفاش تفتحت؟ لأنه اليوم كي نسمع تصريح الدكتورة نصاف بن علي الناطقة رسمية باسم وزارة الصحة ولخدمة برشا وقت اللي أنت زادة كنت وزير وكنت موجودة معك، اليوم تقول القرار هذا جاء بضغط بضغط. لا، أولا نحييها الدكتورة نصاف بن علي، اسمحوا لي، ونحيي كل الفريق في اللجنة العلمية وما وراء اللجنة العلمية، وخاصة برشا نساء كما الدكتورة إلهام بوطيبة، كما الدكتورة تريكي في باستور، إلهام بوطيبة في شارنيكول، كما برشا ناس أنا ما نجمش نسميهم الكل، نحييهم على العمل اللي قاموا به واللي ما زالوا يقوموا به. فتح الحدود لم يكن بضغط، كان تقدير أنه البلاد انضافت من الكوفيد، الوضع الوبائي تحسن في أوروبا وفي المحيط اللي احنا عندنا معاه معاملات، فيقع فتح الحدود ولكن ببروتوكولات. معناها فتح الحدود كان شبه حتمية، تقول لي وخر بأسبوع قدم بأسبوع، هذاك موضوع يتناقش ويتقدر، ولكن من فتحت الحدود إلا احنا أصبحنا واثقين في أنفسنا وأنه حصلت لنا خبرة في معرفة الفيروس، لأنه في البداية الفيروس كان مجهول، ما نعرفوش كيفاش يقتل، كيفاش ينتقل، تأثر فيه سخانة ما تأثرش فيه، لازيتروميسين والهيدروكسيكلوروكين يأثروا فيه وإلا لا. ففتحت الحدود لكن مقابل دي فيلتر، حواجز حواجز حواجز، كل حاجز من اللي نسموهم البروتوكول، كل حاجز من الحواجز ينقص من نسبة نتاع مخاطر اللي ممكن يتقيم بالحق إذا كان الناس تبحث على الحقيقة الموضوعية وتحب تنمي خبرة البلاد. اللي ممكن يتقيم بالحق الكونسيبسيون تاع البروتوكولات، اسكو اللي بيان فات ولا لا، معناها معمولين بالقدا ولا لا، واعتقد انهم مخدومين بالقدا ومدى الالتزام بهم. لانه عملان البروتوكولات يتم من منطلق علمي بالتحاور مع اهل المعنى، بروتوكول للعمل الثقافي، بروتوكول للمدارس، بروتوكول للجوامع، بروتوكول للسياحة، والتنفيذ نتاعها مشترك بين الدولة والفرد وأصحاب المصانع وأصحاب النزل وأصحاب كذا. هذا اللي يلزمنا نقيموه وربما نستخرجوا منه برشا أشياء. تقييمك أنت سي لطيف سمحني، وين مدى الحلقة وين الحلقة اللي أعتقد أنه ما كانش فيه التزام بالبروتوكولات، وأنه الانتصار على الكوفيد في المرحلة الأولى، رغم اللي أنا كنت أتذكره كنت دائما نقول راهي ثم موجة ثانية، فيش لعب، ما فما موجه ثانيه، اعمل اش تحب من اللي فيلتر واللي بارير، ثم حالات باش تتسرب، راي ثم موجه ثانيه ويلزمنا نستعدوا للموجه الثانيه. ومن الدلائل على ذلك انه البلاد خاليه من الكوفيد واحنا ناسوا في المستشفيات الميدانيه ونحضروا في انفسنا ونحضروا في لي لابوراتوار وعملنا لي كوموند. كي تشوفوا المصاريف نتاع 18 تلقانا اقتنينا كميه كبيره نتاع بي سي ار، برمجناها معنا في آخر جلسة، لأنه استعدادا برمجنا 300,000 تيست بي سي آر، لأنه عارفين ثم موجة. هذا العلم مش تنبأ ولا دجازة ولا كذا. ولذلك الالتزام بالبروتوكولات هو اللي يلزمه يتقيم، ومسؤولية من وشكون أخل وشكون ما أخلش. أما فتح الحدود راهو أعتقد أنه قضية يعني فارغه، ماهوش باش يخرجوا منها حتى شيء. قبل ما نوحي الكلمه على الزملاء، ما دامك حكيت على صندوق 18-18، حقيقه وطبيعه المصاريف اللي تحكي عليها، علاش؟ على خاطر الوزير الحالي يقول صارت فيها شراءات، رئيس الحكومه الحالي يقول لا ما تصرف حتى شيء وما صارتش شراءات، فوزي مهدي وزير الصحه الحالي يقول 52 مليار، لكن ما سمعناش عبد اللطيف المكي يصرح. لا، تكلمت برشا مرات. شنو هو الصحيح من الغالط؟ خاطر هوني ضعنا من الارقام. اولا نجدد الشكر للتوانسه لان اعتبرها اكبر عمليه تبرع، يعني على الاقل في معرفتي انا اكبر عمليه تبرع، يعني 201 مليار فاصل 600,000 دينار، وبارك الله فيهم، ومكنتنا من ان نسدوا كل الثغرات الموجوده في الميزانيه والاحتياجات المستعجله. اقتنينا منهم مثلا 400,000 تيست رابيد اللي سمعتوا بهم، 200,000 انتيجين و200,000 انتيكور، وهذوما جزء كبير منهم قرابه 40,000 استعملناهم لتامين العوده المدرسيه نتاع البكالوريا ونتاع الجامعه، استعملنا قرابه 45,000 تيست، استعملنا منهم نسبه
باش نعرفوا نسبة المناعة الحاصلة في المجتمع، كما في جربة، كما في المناطق اللي هي فيه نسبة الإصابة كبيرة، الهوت سبوت، كما منطقة في تونس الغربية، كما تونس المدينة جهة اللاك كلها. صار اختلاف النظرة بيني وبين السيد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ. أنا حبيت نخلي الفلوس هذيك فلوس فرشك، معناها ليكيد، كل ما تجينا حاجة مستعجلة نصرفوا منها، لأني عارف الكوفيد باش يشدنا عامين ثلاثة، ماهوش يمشي ينقطع توا الكوفيد. لكن السيد رئيس الحكومة يقول لي لا، اصرف الكل. فعملنا جلسات، قدرنا احتياجاتنا الاستراتيجية، قدرنا شنو العناصر اللي كان عندها دور مهم في إدارة أزمة الكوفيد. لقينا برشا حاجات كيما لي زومبيلونس، كيما أجهزة التنفس، كيما التيست بي سي آر. قعدنا في جلسة لجنة بدا حضرنا مشروع شراءات، وقعدنا في اللجنة اللي تشكلت بالمنشور لإدارة الصندوق، فيها وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة المالية، وزارة الدفاع إلى غير ذلك، وفيها الاتحاد العام التونسي للشغل، وفيها ليوتيكا. كان سي سمير جراد، سي سمير عبد الكريم جراد، عبد الكريم جراد، سي عبد الكريم جراد يحضر باسم الاتحاد، وسي سمير مجول يحضر باسم ليوتيكا، ووافقوا على أبواب المصاريف اللي برمجنا فيهم 370 أمبيلونس، 300 تيب أ بي، و70 تيب أ، واللي بي سي آر، وأجهزة التنفس وكلها. بالتالي بقاو زوز 3 مليار دويت على ما يأتي، أو تبقى شي فضلات من الصفقات، لأنك أنت تقدر مثلا صفقة ليزومبيلونس تقدرها بكذا مليار، تنجم لابيل دوفري يربحك زوز 3 5 مليار دويت. ووافقنا عليهم، وللأمانة سي عبد الكريم جراد أبدى تحفظا على فصل واحد اللي هو تأجير المتعاقدين المؤقتين. أنا قلنا ناخذوا أعوان صحة ما همش يخدموا، نتعاقدوا معهم مؤقتا 4 شهور 3 شهور لتأمين خلصتوهم من الفلوس هذه من 18 18. سي عبد الكريم سجل احترازه أو رفضه، بالطبيعة رأيه محترم سجلناه، ولكن أغلبية اللجنة صادقوا. الصفقات اللي عملناها هذه باش تتنفذ يلزمها وقيت. أنا حكيت مع الإداريين نتاع الوزارة، يقول لك اللجنة العليا للصفقات باش جاوبتهم على موضوع ليزومبيلونس، جاوبتهم علاش وقيت وإحنا في حالة حرب دكتور؟ ما ثم إجراءات استثنائية تتاخذ توت سويت؟ وقت نقول لك عندنا يعني استزادة من ليزومبيلونس، ما يعنيش إحنا تو عندنا صفر أمبيلونس. أنا من خلال زياراتي للسبيطارات وخاصة للسامي، يقول لك ليزومبيلونس نتاعنا كبروا، راهو مديدة أخرى ما عادوش كذا، فاقتنينا وإحنا مرتاحين. مثلا أجهزة التنفس ما كناش مستعجلين، كانت عندنا كميات اقتنيناها بسرعة من السوق التونسية، ثم حتى اللي عنده كلينيك شرى لها ليكيبمون ومازال ما حلش الكلينيك شرينا عليه. وعندنا صفقة كبيرة 160 جهاز تنفس جايين من الصين، وكنا باش نجيبوهم بالطائرة، ولكن كيف شفنا سيطرنا على الموجه ولا عندنا شويه وقت خليناهم يجيو لانه اقل كلفه يجيو باربا تو. فبالتالي تنفيذ الصفقات هذه الي اونكور وماهوش قبل وقته، وماهوش هذاك علي رئيس الحكومه قال ما لقيتش كل شيء ما تصرف منه حتى فرنك. لا الي اونكور مبرمج يعني توا، كيف يقول لك اللجنه العليا للصفقات المده الاخيره، والله مانيش عارف شهر وجمعه، باش جاوبتهم على اللوكي نتاع مارشي ليزومبيلونس. ثم اجراءات. انا الحقيقه مستغرب كما استغربوا برشا توانسه، لانه في الوقت هذاك سعبتيف البرلمان اعطاكم تفويض. التفويض من بين مقتضياته انه يطلق ايديكم انتم كاعضاء حكومه، ويطلق ايدي الاداريين، ومن بينهم اليوم الناس اللي معنا اعضاء اللجنه العليا للصفقات العموميه. اليوم نتسائلوا علاش، يعني توا انا عندي الحقيقه تابلو معناها نتاع الشراءات والاقتناءات، معناها نشوف صفقه ليزومبيلونس مازال توا كي وافقت عليها توا، معناها اللوفر اللي بدا من وقت اللي انت كنت وزير الصحه، معناها شوف قداش خذا من شهر، وغيرها من المقتنيات وغيرها من الشراءات. انت قلت تحضير، وقتها بدينا في تحضير المستشفيات، وبديتوا في اقتناء التجهيزات والمعدات من بينها الاكسجين وغيرها. اليوم سي عبد الطيف مستشفياتنا يعني الوضع اللي فيها يبعث على التساؤل مش على القلق. علاش؟ لانه كنشوفوا اليوم نقص كبير في اسره الانعاش، ثم نقص في ماده الاكسجين،
ثم محدودية في طاقة استيعاب المرضى في خاصة الأسرة نتاع الناس اللي يستحقوا أكسجين. هاو فما مشكلة مع القطاع الخاص، مع المساحات الخاصة. المساحات الخاصة هي بيدها زادة تعاني تقريبا من نسبة امتلاء بدأت توصل إلى حد الأقصى. إيه إذا كان توا إحنا نشوف الوضع الحالي هذا وضع متردي جدا في القطاع الصحي، إيش قاعدتوا تعملوا وقتها سي عبد اللطيف؟ أكل الأشهر نتاع معناها مارس أفريل ماي جوا حتى لين مشات حكومة لاس فخفاخ، علاش ما صلحتوش القطاع الصحي؟ وعندكم فلوس ديجا في 18 معاها آلاف المليارات اللي خذيتها الحكومة من صندوق النقد الدولي، من الاتحاد الأوروبي، مع الهبات، مع التبرعات. شوف، أربع شهور ماهمش كافيين لإصلاح القطاع الصحي في ظل أزمة الناس كلها خايفة منها. إصلاح ما هو عاجل سي عبد اللطيف. ما هو عاجل، عملنا برشا مجهود. عملنا برشا مجهود في إطار الإمكانيات. أما 200 مليار هما برشا كتبرع. لكن كمستلزمات لإصلاح قطاع الصحة ما يجو حتى شيء. أنا أقول لك عملنا، أعطينا 350 مليار فلوس، 350 مليار فلوس للصيدلية المركزية باش نقصوا شوية من حدة نقص الأدوية في السوق. 350 مليار في الأربع شهور اللي هذه الصيدلية المركزية. وعادي وغيرها. شفت على ما أظن شفتك الفيديو اللي راش في الفيسبوك على قسم مستعجلي في الرابطة. طبعا. يعني مستشفى وكأنه من القرون الوسطى. طبعا، وهذه حال أغلبية مستشفياتنا لأنه الإصلاح تأخر. ثم قرار علاش؟ ثم قرار خوصصة، ثم قرار خوصة صار في نهاية الثمانينات خفي غير معلن، توضعت الآليات اللي باش تعطي الخوصة شيئا فشيئا من غير تحس. خوصصت ماذا؟ خوصصت قطاع الصحة وخوصصت قطاع التعليم وخوصصت قطاع النقل. الآن بعد الثورة كان من المفروض نركزوا على الإصلاحات، لكن أنت تعرف الوضع السياسي المضطرب اللي لم يسمح بالتركيز على أي إصلاح. وإذا تقول لي اليوم باش نبدأ الإصلاح الاستراتيجي في قطاع الصحة سي ناجي، نقول لك لا هي مشكلة ريسبيراتور، ولا هي مشكلة سرير، ولا هي مشكلة حيط يتبنى. ثم حاجتين لازمنا نبداو بهم اليوم. الأولى التمويل، لازم نصلحوا منظومة التمويل، والثانية منظومة الموارد البشرية. بعدين نجي قضية الحوكمة وتجي قضية توسيع الكاباسيتي إلى غير ذلك. احنا برمجنا من 2012 سبيطار عام في منوب، وسبيطار عام في قفص، وسبيطار عام في حتى تصلحوا اللي عندكم سي عبد اللطيف. اسمعني قول لك، انتم تفكروا في بناء مستشفيات جديده، وتفكروا في بناء كليات طب جديده، حتى تصلحوا الموجود. هو الموجود يحتاج الى اسلحه. اليوم يا سي ناجي عندنا 21,000 سرير غير كافيين، ثم ان بروبليم دو كاباسيتي. انت اليوم تهز ولدك صغير، تهز وليد صغير يستحق انعاش تاع نيونات، ما تلقاش في السبيطارات نتاعنا بلاصه. يضطر مرات السبيطار يهز للمصحه الخاصه ويخلص فلوس. عندنا مشكل طاقه استيعاب في برشا اختصاصات، في الراديولوجي، في البيدياتري، في الانعاش، في الشيرجيو كارديو فاسكولير، في كلها عندنا نقص في الكاباسيتي. يلزم توسع الكاباسيتي. تونس العاصمه اللي نشوفوا فيها ولايه كبيره كيما منوبه ما فيهاش مستشفى عام في كل اختصاص. بن عروس فيها شطر مستشفى وشطر مستشفى الحروق والياسمينات. فهمت كيفاش؟ ريانا كيف كيف. ولذلك ثم مشكله نتاع كاباسيتي برمجناها وما تنفذتش الى حد الان، ما زالت على الورق مستشفى القيروان الى غير ذلك. علاش؟ ما ثماش استقرار سياسي وما ثماش اراده كذلك للاصلاح. ثم ناس تحب تصلح وناس ما تحبش تصلح. سي عبد اللطيف، بالطبيعه هذا يطول الحديث فيه خاطر مساله استراتيجيه للقطاع الصحي. خلينا في الكورونا، فاصل هذاك اللي عاشوه التوانسه وعاشوه معاك في الاشهر هذه. انا الحق مستغرب برشا الفتره اللي تحكي عليها بتاع التصرف في 18 18، وتقول لي لتوا الصفقات مازالت تخدم ونستناو في ليزومبيلونس ونستناو في الماكينات بتاع الانعاش. نحب نتذكر انا سي عبد اللطيف ان حكومتكم خاطبت التوانسه على العجل، قالت لهم يا توانسه ايوتوا بالطليان النجده تفضلوا وتبرعوا الفلوس خلينا نقدر واحد عمل كورونا. هبطت التوانسه بكل ذاك السخاء في تعب وطنيه غير مسبوقه. ثم طلع السيد رئيس حكومه من سيليس فخفاخ قال اسمه فما شويه بيروقراطيه، انا مش نقعد يا اخي نستنى في الواحد يا برلمان اعطيني تفويض خلنا نتصرف. احنا في بالنا اعطيناها التفويض في الحكايات هذه باش يواجه في الكورونا. يا اخي باش يعمل الشعر، باش ياخذ وقته باش يعمل شعر، ما يمرش على وزاره الثقافه ولا ما يمرش على النقاد بتاع كليه الاداب بنوبه، ما اعطوه البرلمان وصارت عليه عركه بتاع تفويض باش يسهل لنا الامور هذه.
فإذا به سي عبد اللطيف اليوم تقول لي إيش والله غالب ما لجنة الصفقات العمومية. أولا هو تبرع لجنة الصفقات العمومية بتاع التوانسة، والتوانسة اللي من الخارج وكذا أعطاه باش يشوفوا لي زومبيلونس في وقتها وباش يشوفوا الماكينات الإنعاش في وقتها. سي عبد اللطيف شنو هي الوضع هذا؟ هذا خراب، هذه بيروقراطية، هذه شنو؟ الدولة حطت فلوس نجمنا نصف لا بتاع 18 اللي التوانسة حطوهم، خلينا من الدولة اللي حطتهم اللي دان تاع 18 لافامي والاتحاد الأوروبي 18 مشروط بأنه يصرف في مواجهة الكورونا. بالضبط في مواجهة الكورونا، لأنه عندنا مصاريف أخرى. مثلا نقول لك نخلص بها الديون نتاع 5 مستشفيات، فهمتني؟ كنا نجموا نصرفوهم خلص. لكن للأمانة ما دام تعاهدنا قدام التوانسة اللي هو لمقاومة الكورونا، بالضبط، فما صرفنا إلا في الكورونا. عملنا منه دي ستوك استراتيجيك لوسائل الوقاية، معناها ولت عنا لبافات ولي تونيو ولي فيزيير وكلها بعشرات الملايين، والطيارات تكركر، معناها نكريو في الطيارات وهي تجيب من الصين، هذه طيارة عسكرية وهذه طيارة سيفيل وهذه كذا. شرينا منه لي تيست سواء كان البي سي ار والا الاخر. حلينا منه مشكلات نتاع مستشفيات في اقسام انعاش باش نجهزوها، ماذا الريسبيراتور اللي قلت لك كذا. وكلما بدت حاجه مرتبطه بمواجهه الكورونا وما تنجمش تلبيها ميزانيه الدوله، خذينا من 18 18. ولذلك ما كناش في احتياج. اللي كنا في احتياج هو الموارد البشريه في الانعاش، كان عندنا نقص كبير، والأسرة. وذاك علاش قلنا في الموجة الثانية، الموجة الأولى نجمنا نحتويها بإمكانيات المستشفيات. ديجا حكينا مع القطاع الخاص باش إذا كان ثم عدد كبير من المرضى يلزمهم النعاش باش نزوم القطاع الخاص، ولكن ما استحقناش لوبسيون هذيا بإمكانيات السبيطارات. لكن في إطار الاستعدادات للموجة الثانية قلنا نعملوا المستشفيات الميدانية. ولذلك رانا صرفنا 18 18 في ارتباط بالكورونا وما ثماش حاجة جتنا. ثم اللي قال انه مشات بارتي ميزانية الدولة. دكتور نكمل حاجة. نكمل حاجة نكمل حاجة. لكن ثم الليميت نتاع السوق، وذاك علاش انا ندعو الان التوانسة الكل الى صناعة صحية في تونس، سواء كان ادوية سواء كان تجهيزات سواء كان سواء كان. نعطيك مثال، ثم نوع من البي سي ار جين اكسبير هذايا يتخدم بطريقة روبوتيزي، أنا ماكينة تحطها بدون اختصاص بشري كبير، تحط فيها الإشانتيون ساعة غير ربع تعطيك النتيجة التحليل. هذه أمريكا هي الوحيدة اللي تصنع البي سي ار هذا، وإحنا عندنا الماكينات هذوما في تونس. ترامب الرئيس الأمريكي خذا قرار بعدم التصدير. عملنا محاولات، نجموا تسألوا سفيرنا في واشنطن سي فيصل قويعة قداش من جهود وقداش قيمنا عقب الليل نظرا لاختلاف الوقت، وهو يقيمنا ولا سفيرنا في الصين ولا شو اسمه نتاع الطفوله المنظمه الامميه اليونيسيف قالت النجم نجيب لكم عن طريق السويد ثم ستوك وكذا، لان ذي كانت مش تمكننا من تعميم للابوراتوار في كل المستشفيات الجهويه. ما نجمناش لانك انت الغالب انت ديبوندون، معناها مرتبط باسواق خارجيه، سينو لي زومبيلونس علاش ما نجيبوهمش بالسرعه الكافيه؟ نجموا نجيبوهم بس، لكن السوق ما يسمحلكش، ثم شح في السوق، ثم شح في السوق. دكتور انا حاب نكون موضوعي معك في الموضوع هذا. تفضل. وعلى الجانب الاتصالي والتعبوي نجحتم الحقيقه في تعبئه الناس، واتصاليا كان الاخراج جيد بالنسبه لكم انتم في مجابهة معركة أنا تصفها وانتصارا دون قتال، لأنه أنا في تقييمي للعلاقة اللي تمت بين الوزارة والحكومة في علاقة بالوباء كان في ملخصي رفض القتال، يعني نخوض معركة دون نزال، لأنه الإجراء اللي اتخذ هو الحجر التام وغلق الحدود. إذن ما عادش عندنا عدو، خاطر هو العدو من جاء مستورد من الخارج. انتم تمكنتوا بهذا الاجراء، وقتها يكون اجراء صحيح انه ما يدخلش العدو، ما قتلناش على مستوى التسويق، عبئنا الناس كونه نحن في مجابهه عدو كبير، الناس استعدوا نفسيا صحيح. علاش قلت لك الاخراج والبروباغندا كانت ناجحه والناس يحسوا ثم حرب، ولكن هي في الواقع لا يوجد العدو، الاعداد كانت قصيره لانه العدو مستورد هذا الوباء، واحنا وقفنا امكانيات دخوله. وين الخلل اللي نعتبر والفشل الحقيقي مع احترامي ليك ولا الحكومه يعني في النهايه، ولكن هذا يلزم نقيموه، انه الفتره تلك رتحنا المستشفيات من كل المرضى،
رد بالك ذهبوا كثير من الضحايا نتاج خوفهم من ارتياد المستشفيات أصحاب الأمراض المزمنة والناس والتهربة. العيادات الخاصة سكرت، الناس كل خايفة تلقاه مرضى في عائلاتنا والمواطنين الكل يتبعوا هذا. كلم طبيب تاعنا ولدي، كلمت طبيب قلت له راه طفل مريض يا اخويا ربما يطلع كورونا بعد عليه. الناس ما كانتش تعرف انه الصغار ما يتمسوش، الاصحاء الغيرهم كذا. فكثير من الناس ذهبوا ضحايا في هذا المستوى مع احترامنا للاطار الطبي والشبه الطبي الغنم وفرم ليه، ويقول لك نمشيو للناس والعائلات ويمشيو لهم مباشره مرضى السكري ومرضى الدم وغيره من الامراض المستعصيه. ولكن وقتها المستشفيات فرغت، كانت ممكن وقتها نعمل الممكن داخل هذه المستشفيات، وانتم تدركون ان هناك موجه ثانيه سميتوها اللي سموها كثير من الاطباء والوزير الحالي هي الموجه الحقيقيه، لانه الموجه الاولى لم نشهد فيها قتال. الفتره تلك ما نظمناش امورنا، بالعكس انتم كنتم تعيشوا فتره الانحلال، وقت اللي انتم في اريحيه في مجابهه المشكل وفي حاله ما عدناش مرضى وسبيطارات فارغه وغيرها، كان ممكن نعد انفسنا لهذه الفتره اللي هي جايه. المواقف اللي خذيتوها في قضية فتح الحدود أو غلق الحدود من الأول كان استئناس بإجراءات دولية، العالم كل سكر في فترة معينة، معظم العالم في هذا الاختيار، ثم في فترة أخرى خذوا خيار أنه نجابهوه وهو موجود في وسط الناس ونتعايش معه وإحنا نجابهوه. يعني عمليا لم نرى انتصار في فترة حكومة السيد الياس فخفاخ على الكورونا، لأنه لم توجد كورونا. أنا نشوفش شوف مقاومة المرض رأي ماشي مسألة تقنية طبية فقط، خاصة كي يبدأ مرض وبائي، هي مسألة مجتمعية تدخل فيها برشا عناصر، ولذلك خذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر وما قامت به الحكومة وقت اللي قالت للناس ما تخدموش، كان ثم إعانات، كان ثم ضبط للأمن، كان إلى غير ذلك. تقول لي العدو ما كانش موجود، مش صحيح. العدو دخل بالأرقام دكتور، العدو دخل إيه؟ ولكن بالأرقام محدودة. العدو دخل وبدا يعمل في سلاسل العدوى، ولو كان ما صار شكل التركاج هذاك صار نوع من التهاون اللي صار، ما نقولش تهاون، صارت رؤيه اخرى في التعامل معاه. راك شفت اش صار في البلاد باك الناس اللي دخلوا هذوك، ولكن صار عمل صحي كبير، يعني الناس تخرج في الادارات الجهويه وفي المركزي وفي كذا تخرج مادي 3 نتاع الصباح ولا 4 نتاع الصباح باش يمشوا الواحد يعملوا له بريليفمون، وصارت معنا اللجان اللي هذه صارت الكل لجان الايواء ولجان التبرع ولجنه المستشفيات الميدانيه ولجنه المتطوعين. هذاك المستوى التقني دكتور. اي اي هذا كله التقني للمجابهه. هذا كله صحيا مكن العدد، كان العدد صغير. علاش العدد صغير؟ لانه سكرنا الحدود. لانه تم لا ولانه تم ولانه تم تتبع وتقصي الحالات اللي دخلت وسلاسل العدوى اللي قامت بهم. وكان ثم حزم وكان ثم صرامه، سينو الناس اللي كا الحالات نتاع الكوفيد اللي دخلت كانت تنجم تعمل موجه اكبر من هكا بكثير. وذاك علاش انا في بدايه التدخل نتاعي قلت لك راهو كانوا ثم زوز ساقين قام عليهم العمل، الاجراءات العامه اللي هي الحظر الجولان واغلاق الحدود، ولكن كذلك العمل الصحي اللي صار تتبع الحالات حاله حاله. دكتور معناها يقعدوا يستجبوا في شخص مريض بالكورونا بالساعتين بالثلاثه، وين مشيت ومع شكون قعدت وقداش قعدت وكذا 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 ويعملوا. دكتور عبد اللطيف البكي، هل تعتبر انه اقالتك من قبل رئيس الحكومه السابق الياس الفخفاخ كان خيار صائب ام لا؟ اعتبر انه خطا في حق المصلحه الوطنيه، وما خداش وحده، هما مع بعضهم حكاوا. شكون؟ بعض الوزراء اللي يمثلوا الأحزاب، معناها خطأ في حق المصلحة الوطنية، ويدل على قلة خبرة سياسية، قلة خبرة سياسية حقيقية. لأنه عندما تشوف الأزمة اشتعلت نورمالمون ما يزمكش تغذي ديناميكية تبادل الأخطاء وردود الأفعال، يزمك بالعكس أنت تحاول باش تهدأ. موقف سياسي هذا الآن؟ نعم. تقييمك لهذا القرار متاع الإقالة مش موقف سياسي الآن؟ لأنك يعني يوم 26 أوت في موزايك تقول مغادرتي لوزارة الصحة ليست سببا لعودة تفشي كورونا. يعني بين 26 أوت واليوم تبدل شوي الموقف دكتور. لا أنا قلت مانيش عارف السياق نتاع الحديث، ولكن لا يمكن تفسير الظواهر، وهذه ظاهرة أن تونس تنتصر في محيط مضطرب بالكورونا، تنتصر على الموجة الأولى إلى درجة جعلت بعض المسؤولين يقولوا ما كانش ثم موجة. فهمت؟ لا يمكن تفسيرها بشخص واحد، لما ثم خبراء وثم إداريين وثم 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 وثم، ولكن
الاضطراب السياسي اللي تم في المرحلة هذيك أثر. شو معناها تقول لي سبع وزارات بارانتيرين؟ شو معناها سبع وزارات بارانتيرين؟ أنا نقول لك وزارة الصحة نقعد فيها أوقات مطولة ومشني قادر نلاحق الدوسيات. تجي تقول لي وزير بارانتيرين في وزارة التعليم العالي والآخر في وزارة كذا والآخر في وزارة كذا. ولذلك أنا أعتقد أنه كان قرار خاطئ. تقول هناك من دفع بذلك، هل تؤكد أنه هل تؤكد؟ لا لا خلينا نبقى في قرار إقالته. تقول هناك من دفع في اتجاه ذلك بعض الوزارات، تؤكد مثلا أنه محمد عبو هو من دفع في اتجاه ذلك؟ هو قال سي محمد، أنا سمعت هو بيده قال أنا دفعت بهذا الاتجاه. ولذلك يعني أنا نقول درس، رانا في مرحلة حساسة لا يجب تغذية ديناميكية ردود الأفعال. أنت غلطت، أنا نهفت، أنا غلطت، أنت تركح شوي. لا وقتها إش كان من الممكن يعني الفخفاخ يقال دون أن يقال الوزراء أم نبقي على الفخفاخ والوزراء؟ كيفاش؟ يعني وقتها كان أمامنا خيار، القوى البرلمانية قالت سنقيل الفخفاخ، هو رد الفعل أقل وزراء حركة النهضة. شنو تصورك وقتها يتصرف؟ أما الكتل البرلمانية تقودها حركة النهضة تتنازل عن إقالة الفخفاخ، أو هو يقبل بالإقالة مقابل الإبقاء على وزراء حركة النهضة؟ شوف هو كان ينجم توا باش ندخلوا فيه لو 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 هذا تاريخ مش باهي، لكن كان بإمكانه أنه يتنحى ويحيل مهامه إلى وزير آخر وتستمر الحكومة وما يصيرش الاضطراب السياسي هذاك حتى ينضج حل آخر على مهل. إنما صار الاضطراب هذاك الحقيقة أثر سلبا في اداء الوزارات. سعبتي ان شاء الله نستخلص نرجع لك لحكايه البروتوكول الصحي بعد ما حليتوا الحدود، فتحتوا الحدود. العاملين في قطاع السياحه بالاساس اللي هما كانوا في الصف الخلفي، يعني تقريبا هما اخر حلقه، وكذلك الناس اللي كانوا قايمين على شؤون الحدود. شو يقولوا سي عبد الطيف؟ يقولوا اللي راهو بؤرة الأولى تقريبا كانت في مدينة الحامة، في بعض المناطق الأخرى وقت اللي دخلوا الجالية التونسية في فرنسا لم تسجل أي عدوى أو أي بؤرة، معناها مصدرها السياح الأوروبيين، رغم أن بعض وكالات الأسفار التونسية والأجنبية كانت صارمة جدا في احترام البروتوكول الصحي. لكن يبدو أن عدم احترام البروتوكول الصحي هذا خلى برشا توانسة خاصة القادمين من بعض البلدان الأوروبية ما عادش يطلبوا عليهم البسير، أو الاستظهار بالبسير ما عادش يعني حاجة آلية، ما عادش واجب، لأنه في الفترة هذيك خاصة في شهر جويلية وأوت تقريبا حال تدفق كبيرة من التوانسة في الخارج. وأنا شخصيا معناها عندي بعض الأقرباء معناها اللي جاوا دخلوا لتونس وسألت البعض منهم، يقول لك أنا راه والله ما طلبوش علي البي سي ار. من يحمل عبد السوالي، من يحمل عبد الطيف المكي المسؤولية في هذا؟ شوف أنا قلت لك هذه صحيح، هذا موضوع صحيح، نقيمه مدى الالتزام بالبروتوكولات، هذا نقيمه ونشوفه. أنا غادرت تقريبا في شكون شي قايم سي عبد الطيف؟ المجموعة الوطنية، وزارة الصحة، الحكومة. أنا نحكيو على تحميل المسؤولية المجتمع. إيه تقييمي إذا يبين المسؤولية راهو قد ترتقي إلى المسؤولية الجزائية. شوف هنا سي عبد الطيف راهو وقت اللي طرف يعني رسمي يؤتمن على فرض احترام البروتوكول الصحي وبعد يسيب الناس تدخل من غير بسيار، هذه مسؤولية جزائية. لا ما تقولش، ما عندك حتى دليل باش تقول سيبوا الناس، لأنه البروتوكولات صار حال يعني صار حال من الإهمال، من التغاضي. خذ مثلا السياح ما ثم قطاعات خذ السياح، البروتوكول كي يتعمل ثم جزء تنفذه الدولة بمصالحها المختلفة كما الإجراءات نتاع الحدود وكما التتبع بعدين كما الحجر الإجباري وإلا الحجر الذاتي، وثم جزء من البروتوكول يخدمه صاحب النزل، يخدمه صاحب وكالة الأسفار، أنه يعقم أنه الأسانسور بكاباسيتي معينة،
انه ما عادش ثم سيلف سيرفيس، انه نزل بالكاباسيتي الفلانيه، انه يعمل ارجع لي الحلقه الوسطى سي عبد اللطيف، واللي انت ما حبيتش في مسار اللي هي اللي هي الحلقه اللي هي اساسا الديوانه والامن واللجنه الوطنيه للاجر الصحي. ما عندك حتى دليل اللي الناس هذوما تهاونوا في تطبيق البروتوكولات. تهاون في البروتوكول مثلا سي عبد اللطيف، الناس كل تسال، الناس كل قالوا يقولوا مواطنينا بالخارج كي يروحوا شنو هذه حكايه على النيه والله الله والنيات برا، امشي اعمل حجر في دارك وتو نتقابلوا ان شاء الله في شهر سبتمبر، شنو الحكايه؟ ويبدو انه من خلال التقارير العلميه اكبر مصيبه ضربتنا هي الحكايه هذه. شوف مواطنينا في الخارج مرحبا بهم هم، اما يقول لك علاش ما عملتش في البروتوكول قصه اجباريه الحجر المراقب من طرف الدوله؟ يا سي برهان البروتوكول موجود بالنسبه لمواطنينا في الخارج. المناطق الحمراء ما يجوناش منها اجانب، ممنوع، لكن التوانسه يجي بالبي سي ار مع حجر اجباري. وتعرف قصه البي سي ار المضروبين اجباري مع حجر اجباري، انت موكي تعمل بروتوكول تقول البي سي ار قد تكون فيها نقطه ضعف نقويها بحاجه اخرى، ثم حجر اجباري في النزول في مراكز الحجر. ندو سي محمد الرابح الحجر ما صارش في النزول، لا 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 صار لا يقولون لهم برا عملوا حجر في الدار. لا هذا هو، هذه حالات عشناها احنا. خليني نجاوبك ناجي لانه ما عادش عندنا وقت باش نمروا المحور الموالي. خليني نجاوبك حتى التحليل اللي يجيبوه نكمل لك نقطة استفهام كبيرة. نكمل لك يا ناجي على مصداقيتك. تفضل دكتور. نكمل لك يا ناجي. الناس اللي تجي من منطقة برتقالية بالنسبة للتوريست بي سي ار ويقعد في مسار مغلق الكورتينك، ما عندوش الحق يدور كيما جاي، يقعد في مسار مغلق. التوانسة يجي بي سي ار ويعمل حجر ذاتي. حجر ذاتي قيم انت قل لي الحجر الذاتي غلط ولا صحيح؟ الحجر الذاتي، الحجر الذاتي شكون يراقبوا الحجر الذاتي؟ الحجر الذاتي تراقبوا الدولة وأعوان الصحة والأمنيين والعمد وغرفة العمليات اللي في العوين. لا حد مراقب سعر فهمني؟ تتوقع توا سعر مراقب سعر يروحت والعريس والدنيا يراقبوهم. شوف إلى حد اللي كنت في الوزارة هذا نطبقوا فيه ونهيئوا في أنفسنا باش نطبقوها جرون تيشيل فريقة كبيرة. غدرت وقتاش انت؟ غدرت نقول لك أنا غدرت في 16 جويلية. 16 جويلية. باش نعطيك من الإجراءات اللي كنا نحضروا فيهم. كنا باش نعملوا تشبيك مع العمد وباش ننتدبوا 3000 عون صحي مؤقت نعزوا بهم الرقابة ونعزوا بهم النقاط الحدودية. واتفقت انا وسي نزار يعيش السيد وزير الماليه بارك الله فيه في 3-4 ايام قبل ما نغادر وفد من وزارتي وفد من وزارته على انتداب 3000 عون، انتداب قار ونهائي لتعزيز وتقويه غرفه العمليات باش اللي نعمل له حجر ذاتي نجم نطل عليه في النهار مرتين وثلاثه. هذا اللي محصول الجملة هو المعارض ديجا والتطبيقات الخطة هذه خليناها لوزارة الصحة الحالية ايه موجودة التطبيقات طبقتها وزارة الصحة وزير الصحة الجبادية رو انا كعبد اللطيف المكي اول شيء فكرت فيه باش نمشي كي مشيت الوزارة هو تنظيم العمل، لقيت لجنة واحدة تخدم فرعتها الى عديد اللجان المختصه اللجنه العلميه الخطه هذه عند اللجنه العلميه ولدناها مع بعضنا بساعات طويله راهو نوصلوا نقعدوا مع بعضنا مرتين في النهار اللجنه العلميه قاعدين يخدموا بها. انا نستنى في جواب دقيق من عندك سي عبد الفتاح. تفضل نعطيك جواب دقيق. هل تم احترام هالشروط اللي كنت تحكي عليها والهياكل هذه وهل تم احترام البؤر الاولى في الموجه الثانيه كانت مساكن كانت منزل نور وهذوما توانسه راهم ماهماش سياح وعايشين جاليتنا اللي عايشه في الخارج وجاوا حتى على متن اللي تخلى على متن البواخر واللي تخلى على متن المطارات، معناها اولى البؤر اللي جات والمفروض يكون الحجر الصحي ومراقب بطريقه علميه وكما كان في اول الموجه هوني انتشار العدوى خرج مواطن جاء من المملكه العربيه السعوديه جاء القابس. شوف وبدا ضربه الحامه ضربه يلا ونخدموا هذاك علاش البروتوكول الصحي وقت نقولوا مرات كيف نقولوا عدم احترام البروتوكول الصحي الناس يحسوا كانوا اتهام المواطنين. لا فما مسؤوليه مشتركه، الدوله يلزمها تراقب
والمواطن يلزم الناس مش مسؤوله سياسه عبتي فانا جيت لقيت روحي حر باش نروح لداري باش نروح لداري ولا باش نمشي لكذا كانه دولة. على مستوى الرقابه خف كانه نقول لك مجرد انطباع لكن هذا يجب ان يقيم شكون يتحمل المسؤوليه؟ هذا متك تقييما شكون يتحمل المسؤوليه؟ اذا كان ما تمتش الرقابه فهي مسؤوليه الدوله ولكن صعب شكون يحملك انت شخصيا المسؤوليه ويتهمك باستثمار حتى الشعبيه وصل في وقت من الاوقات تم توصيفك بالجنرال لانه كنا في حاله حرب ويتهمك انت باستغلال الوضع هذايا استثمار سياسي كان لصالحك وحتى سبر الاراء كي نحكيو بالارقام طلع عبد اللطيف المكي في درجات متقدمه ومراتب متقدمه اي حاجه ناخذها بقلبي بمحبه و ما كنتش قادرين تشرحوا على ضميري ولا تشوفوا النوايا متاعي انا خدمت بصدق ولم ابحث على اي مردوديه سياسيه خدمت بصدق دوري كوزير انا ما نتحسبش كوزير ما نتحسبش على المسائل التقنيه يقولوا نعملوا بي سي ار ولا ما نعملوش بي سي ار هذه دور الاطباء اطباء لازمنا انا نحطهم في الاطار المناسب باش يخدموا سولون لي ريغل سيونتيفيك انا يكونوا معنا ميديكال مو كوريكت دوري انا هو في القياده أن يقود وقمت بهذا الدور وتسر ايضا على تنفيذ القرارات بلغت وتنفيذ القرارات طبعا بلغت الرساله للشعب بلغت الرساله للحكومه بلغت الرساله كذلك لاطارات وزاره الصحه مانيش نحكي معهم لانهم علاش هما يقعدوا يخدموا مدي ثلاثه نتاع الليل ويربطوا الليل بالنهار ويعملوا كذا راهي امانه بين يدينا راهي امانه بين يدينا وخدمنا مع بعضنا في شكل يعني مناسب جدا أنه هذا يكون فيه مردودية سياسية والله العظيم لم أبحث عنه ولكن الشعب في النهاية هو حكم بين الجميع دكتور عبد اللطيف المكي من الوضع الوبائي نمشيوا للحركة النهضة اللي صاير فيها معركة الرسائل شفنا رسائل من 100 قيادي داخل حركة النهضة يرد عليها رئيس الحركة نفسه رشد الغنوشي ثم تأتي رسالة أخرى هذا كل باش تجاوبنا عليه بعد هذا التقرير إن شاء الله تتواصل الأزمة الداخلية صلب حركة النهضة بخصوص مؤتمرها القادم واللي تعتبر امتداد لجدل انطلق منذ المؤتمر العاشر للحركة وتطور إلى خلاف علني بين مكوناتها حول مآل المؤتمر الحادي عشر ومستقبل الرئيس رشد الغنوشي بين فرضية التمديد لفترة رئاسته أو انتهاء العهدة التي امتدت لثماني سنوات خاصة وأن القانون الأساسي للنهضة يحصر عهدة رئاسة الحركة في دورتين فقط واللي استوفاهم الرئيس الحالي رشد الغنوشي الخلاف الحاصل داخل حركة النهضة حول مؤتمرها القادم واللي كان من المقرر أن ينعقد منذ ما الفارد فاقمته العريضة التي طالب من خلالها 100 قيادي من الصف الأول والوجوه التاريخية للحركة بالإعلان الصريح للغنوشي بعدم الترشح مجدداً وذلك في إطار التداول على المناصب محذرين من خطر التمديد الأمر اللي اعتبره رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني غير مقبول قبل المؤتمر نقولوا تعملنا التزام اللي أنت راك ماكش باش ترشح في المؤتمر هذه طريقة أنا ضدها لماذا؟ لأنها فيها ضغط على الرجل استباق لقرار المؤتمر وإرادة الناخبين ومخالفة للقانون رشد الغنوشي الآن وزنه في النهضة وزنه في تونس وزنه في المنطقة متاعنا وفي العالم مش متاع إنسان تو باش يخرج يمشي يكتب مذكرات الرد على عريضة المئة قيادي جاء في رسالة نسبت إلى رئيس الحركة رشد الغنوشي سائل خلالها هل من لوازم الديمقراطية تغيير القيادات بقطع النظر إن كانوا أصابوا أم لا مضيف أن التداول في الأحزاب يتحقق بالتجديد الدوري أو عدمه عبر عمليات انتخابية دورية نزيهة تبنى على تقييمات موضوعية للأداء كما شدد الغنوشي في تصريح مؤخرا أنه حسم مسألة ترشحه لدورة إضافية لرئاسة الحركة موضوع سابق لأوانه وسيتم حسمه في إطار المؤتمر القادم مؤكد التزامه بالقانون في هذا الشأن ثم ناس ما فهموش اللي بعد 40 عام يزي خلي ثم أجيال جديدة خلي ما أنا باش تحدثوا كل شيء اليوم الصورة السيئة والمسيئة للأستاذ رشد الغنوشي وكأنه نخبط الحركة بحساسياتها المختلفة بالحياة متاعها يقول يرحم هذيك لك كاين أمه يدزه ويشد صحيح هذا يسمى حكم المتغلبين الإمامة بالرغم على الناس
ارتفاع منسوب الخلاف صلب حركة النهضة اكشف الجدل الحاصل داخلها بخصوص الفصل 31 من القانون الأساسي، خلاف انطلق مع نهاية مؤتمرها السابق سنة 2016 لتتجه الحركة نحو عقد مؤتمرها 11 أواخر العام الجاري وسط تنامي الانقسامات والصراع بين قيادتها التاريخية حول إدخال تعديلات على نظامها الداخلي والتمديد للرئيس الحالي أو الالتزام بمقتضيات قانونها الأساسي. دكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق والقيادي في حركة النهضة، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا. مرحبا. نحكي على رسالة القيادي 100 قيادي الأولى، رد من راشد الغنوشي يقول جلود الزعماء خشنة، ثم رد علني ثاني يقول أنه المؤتمر سيد نفسه، ثم رسالة للرد على كلامه مرة أخرى من 100 قيادي. خلنا نفهم شنو اللي صاير اليوم داخل حركة النهضة. هل توافق أيضا كلام عبد الحميد جلاسي اللي كان حاضر في نفس البلاتو هون يقول يزي بعد 40 سنة على رأس الحركة، يزي خلينا نجد وخلي يجي ممكن الواجهة الشبابية نعطيها الفرصة الإمامة بالرغم عن الناس، يقول هذا أمر مكروه وغير محمود ولا مجال له مرة أخرى. شنو اللي صاير في وسط هذا الكل؟ خلينا ننطلق ربما من رسالة 100 قيادي. شوف أنا أقول لك سيأتي زمان ويقتنع الأستاذ راشد الغنوشي أن أصدق نصيحة توجهت له هي رسالة 100 قيادي، فهي نصيحة ليست مناكفة معه ولا استنقاص منه، ورجل يعني قيادي مؤسس محترم عنده صيت عالمي ووطني. هذه الرسالة جاءت لتنقذه من الخطأ اللي عادة الزعماء يسقطوا فيه، وبالتالي طوعي يهدأ الوقت ويقتنع أن أهم نصيحة وجهت له. هو يعتبر زعيم نفسه زعيم وليس رئيس. شوف أي خطأ دائما تجد له المبررات، وهذه النصيحة لم تكن مرتجلة بل كانت يعني ناتجة على مراكمة متاع سنوات من النقد والتقييم لطريقة إدارة الحركة، لأنه قبل ما الرسالة تحتج بالقانون أنه الفصل 31 ما يعطيش الحق الترجع أكثر، ثم تقييم لطريقة أدائه، وبالتالي قلنا مدام النهاية جات بصورة طبيعية القانون يمنعه، ثم ارتقى إلى رئاسة البرلمان، فنوجه له هذه النصيحة بأن لا يترشح، وأن الحركة تستغل الوقت متاعها اللي يفصلها على المؤتمر اللي تم تفويت الوقت متاعه في الأصل ماي، تستغل الوقت لترتيب فترة ما بعد الأستاذ راشد الغنوشي، ما تقعدش في الدجازة يغير فصل ولا ما يغيرش. هاو جاوبكم برسالة، كيفاش تلقيتوها الرسالة هذه؟ كيفاش لقيتوا الأسلوب اللي تكتبت به واللهجة اللي وجهها للمئة قيادي هذه؟ هي الرسالة أكدت التخوفات، الرد على الرسالة أكد التخوفات اللي جات في الرسالة، فهمت؟ لأن الزعامة يجب أن تكون إضافة للمؤسسات، إضافة للقوانين، فأكدت المخاوف وبالعكس زادت قوات المعاني متاع الرسالة، ولذلك لا نعتبرها الرسالة جبت. أنا الرد أنه جب الرسالة وتبقى النصيحة قائمة من أجل أن يسير الانتقال في حركة النهضة، ليس انتقال في الأشخاص بل انتقال حتى في طريقة أداء الحركة وطريقة إنتاج السياسات وإنتاج المواقف وإنتاج التوجه. ما زال عندك أمل دكتور عبد اللطيف المكي أنه يتقبل النصيحة هذه ويعمل بها؟ ما زال عندي أمل، وبطبيعة أبناء الحركة قلبوا الموضوع، الرسالة أحدثت نقلة في النقاشات معنا داخل أبناء الحركة، وإن شاء الله النتيجة تكون إيجابية. تم تواصل بيناتكم وبين رئيس الحركة بعد هذه الرسالة؟ معي أنا شخصيا لا، أما مش الرسالة هي السبب، أنا بحكم أني ما عادش في
البرلمان ما مانيش في المكتب التنفيذي في كذا، فما فماش فرص للتقابل، لكن ما فماش قطيعة، بقيت الأخوة فيه اتصالات. دكتور تقولوا على تقييم أداء رئيس الحركة، طبعا في ما يتعلق بالعلاقة المباشرة مع رئيس الحركة يتقول أنه حتى مكتبك أغلق في مونبليزير، لكن هذا في أنا أي يقال احنا نسمع في الكولي، لكن هذا في إطار المعلومة. في تقييم أداء رئيس الحركة هل ترى أنه الغنوشي نجح بالفعل؟ نجح أولا أن الآن هي القوة السياسية الأكبر والأبرز واللاعب الأكثر فاعلية من 2011 إلى الآن، تمكن أنه حضور البرلماني لحركة النهضة تقريب الخوي مرة برك أقل من النداء، ولكن تمكن عبر إبرامه ما يسميه هو المصالحة التاريخية مع الباجي قايد سمسي، وبالتالي مع طرف سياسي قديم في البلاد مكنوا من التطبيع متاع الحركة مع بقية مكونات المشهد السياسي، كان لاعب محدد كبير ياسر في الترويكا وكذلك حكم هذه المرحلة، وصل في الأخير لأنه هو رئيس مجلس النواب وبالتالي أحد السلطات الثلاثة. ثانيا أنه تقريب الواجهة التسويقية الوحيدة في حركة النهضة على المستوى الدولي والإقليمي، لا نعرف أنه هناك شخصية نهضوية أخرى عندها علاقات ممتدة على المستوى الإقليمي والدولي عدا رجل الغنوشي. شوف نبدأ لك من الأخير، أي حزب ماهوش مطالب أن تكون عنده علاقات دولية، أي حزب يعني ممكن يندرج في تجمعات متاع أحزاب تشترك في الأرضية كما الاشتراكية الدولية كما أحزاب قومية المؤتمر القومي الإسلامي لغير ذلك، ولكن الحزب مش مطالب باش تكون عنده علاقات دولية مع دول ومع كذا، هو حزب وطني يشتغل في البلاد، شخصياته عندما تدخل الدولة وتقود الدولة من أي موقع تعمل العلاقات الدولية. هذا نظريا معناها تحب سي عبد الطيف المكي تقول لي الكارنيه دادريس تاع راجل الغنوشي كيف وكيف بلاش؟ ما نقولكش كيف وكيف بلاش، ولكن ماهيش مهمة ولكن أولا يعني هذا جاء نتيجة مسار تاريخي إقامته في الخارج عارفينه، لكن أهميته وثانيا لا هو مهم بالتأكيد، وثانيا يمكن للقيادة الجديدة للحركة أن تنسج علاقات دولية إذا كان هي تنفع البلاد وتنفع تونس، فهمني؟ بالتأكيد قيادته هذا رجل مؤسس ومفكر ومثقف ومربي ومدرس، عنده قيمته، عنده نقاط القوة متاعه اللي أداؤه فيهم جيد، وعنده نقاط الضعف متاعه اللي أداؤه فيهم معناها فيه مثلاً. ما أفضل منه بكثير مثلاً نجم نعطيك برشا. المنطق نتاع المؤسسات، المنطق نتاع المؤسسات لا يجب ان يستسلم للمنطق هذايا يعني نتاع واحد زعيم دونك نخلوه يعمل ما يشاء كما يشاء المده التي يشاء. فاحنا ذكرنا بالقانون وذكرنا بمنطق المؤسسات دون ان ننكر فضائل الرجل، لكن مقتنعين تمام الاقتناع ان حركه النهضه فيها من القدرات القيادية ما يجعلها مش تحافظ على المستوى تتطور. عبد الطيف المكي نموذجا؟ لا لا ما نحكيش على روحي، ما نحكيش وما تجرونيش للمنطقة هذه. عطينا نقايس الرجل سي عبد الطيف راهو باقي الكلام يقول لك انا عركتك معها على السلطة هي تنحى خلجي انا في عودك. تو نجيك. يقول لنا نقايس او البعض الاخر يعتبروكم الشق المتشدد اللي كنتوا رافضين العلاقة مع النداء، العلاقة مع النظام القديم، العلاقة مع الاطراف الاخرى. ابدا ابدا ابدا. نحن في النهضة روافد، روافد حقيقية، ثم روافد تكونت في الجامعة أساسا في المسجد المدة الأولى صح التعبير الدعوية التبشيرية، ثم روافد تكونت في الجامعة وفي الحركة التلمذية مع اليسار ومع القوميين ومع فهمت، ثم روافد تربيت في النقابة وفي الساحة الحقوقية، ولذلك عندها مضيف الروافد هذه كلها. ففي تقديري حركة النهضة اليوم يجب أن تتحول إلى حزب ينتج سياسات تنموية. اللي صار بين النهضة والنداء احنا ما كناش معترضين عليه في المبدأ، أنه نتعاون مع حزب تونسي صحيح عندنا عليه احترازات كثيرة وكثيرة وكثيرة، ولكن التعاون بإمكانك أنه يتجروا إلى مناطق إيجابية، إلى مناطق إيجابية على طريقة إدارة ما يسمى بالوفاق. أولا هو لا يقوم على أرضية تنموية،
أنا ما شفتش الحزبين يتناقشوا على مواضيع تنموية، أش نعمل وش ما نعملوش في الإصلاحات. بين 14 و19 كان نجموا ننفذوا 3-4 إصلاحات في قطاعات استراتيجية لتمس التونسي بكثافة يومين كما النقل والصحة والتعليم والأمن، ورانا ربحناهم الإصلاحات. ما صارش هذا. أولاً الأرضية كانت أرضية غير أرضية الثورة. اثنين، إدارة شخصية، شخص مع شخص. فهمت؟ فماشي لجنة من هذا الحزب ولجنة من هذا الحزب يحكوا ويخطوا مع بعضهم وكذا. وبدأت وقتها مدام بشرى بالحاج حميدة ومحسن مرزوق وسي العكرمي الأستاذ الأزهر العكرمي وكذا يتحدثون عن تعاون استراتيجي. نجموا نوصلوا إلى تعاون استراتيجي. تحتاج البلاد 15-20 سنة من الخدمة الممتلئة. فكنا نقولوا غير طريقة إدارة هذا الوفاق. في النهاية شنو الحصيلة؟ ولذلك راهو ماهيش قضية تشدد وما تشدد، معناها اللي يحب يقتل الكلب نتاعو حشاكي يرمي بكذا. احنا تربينا مع اليسار وتربينا في ظل الاختلاف. لا ما دكتور ما تفهمنا، ولكن هم يقول لك انكم الخوف من الخسارة داخل المؤتمر القادم، لأنه سيادتك ترشحت إلى أحد لجان إدارة المؤتمر وفشلت في الحصول على الأصوات. هذا الخوف من معركة المؤتمر أدى بكم إلى الخروج المعارضة خارج لعبة وقوانين المؤتمر. أنا عضو في لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر. لكن الرئاسة حبيت على الرئاسة. الرئاسة موضوع آخر. ماناش خايفين من داخل المؤتمر. إنما نقولوا القضية هذه ما تتهزش المؤتمر. هذه قضية تنجم ترج المؤتمر. أنا أعطيك مثال. إحنا في المؤتمر العاشر تم الاقتراح بأن ينتخب المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي يولي منتخب، ماهوش بالطريقة الحالية يقترحه رئيس الحركة ثم يزكى. هذا عبارة على مكتب سياسي، فهمت؟ ويلزم يتحول إلى تسمية مكتب سياسي، لأن مكتب تنفيذي هذه التسمية وقت لو كنا حركة شامل. ما الآن دخلنا في التخصص، يكون ثم مكتب سياسي يكون منتخب. بطبيعة مش يلغي دور الرئيس اللي باش تكون عنده صلاحيات قانونية تخليه الماكينة ديما تخدم. القضية دي حاولنا نتوافقوا عليها قبل المؤتمر وصارت فيها جلسات، ولكن تم الإصرار من طرف الأخ رئيس الحركة على أنه لا، وتهزت المؤتمر وتسببت في أزمة داخل المؤتمر. فما بالك بقضية دي نتاع الفصل 31 أكبر بكثير من قضية انتخاب المكتب التنفيذي. ولذلك احنا وقت نقوله لا يعني يتم حسمها بالالتزام بالقانون ونسنه سنة حسنة، ما نسنوش سنة معناها سيئة، رأوا كذلك ترفقا بالمؤتمر. وبهالمرحلة اللي مازال تفصلنا على المؤتمر خلينا نفكروا فيها كيفاش باش تكون النهضة المرة الجاية، مش نفكروا كيفاش هذا يحسم ال 31 اللي صالحه والاخر ما يحسمهاش اللي صالحه. مادام نحكيوا على المؤتمر سعبتي في مؤتمر 11 وفيما انتم لهين في الخماضة نتاع الفصل 31 وراشد الغنوشي يترشح ما يترشحش، اليوم نقرا الحقيقة معناها كلام على جاء على لسان سامي الطريقي القيادي في الحركة ومعاك زاد في لجنة الإعداد المضموني المؤتمر 11. يقول شو يقول سامي الطريقي؟ ما عرفش لو كان لخيان يخرجونا الانترفيو. يقول أنه تم أحداث اللجنة الصحية يترأسها الدكتور منذر اليونيسي باش تقدم تقريرها لمجلس الشورى في دورته القادمة على ما أظن الأسبوع القادم أو اللي بعده. ويتحدث سامي الطريقي أو الحوار حتى لا أتهم بالافتراء عليه، يتحدث على إمكانية تأجيل مؤتمر الحركة الحداش إلى أواخر سنة 2021، ويقول أنه فما حوار حاليا تواجري صلب الحركة لإيجاد مخرج معقول لجميع الأطراف. نحب نتعلق على الكلام اللي قاله سامي الطريقي. لا أنا نتحدث لك بالوضع بسرعة. بالطبيعة قلت لك الرسالة أحدثت حركية داخل الحركة ونقاش داخل أبناء الحركة بمختلف مستوياته. النقاش هذا راهو سيظل سيبقى اذا صح وتاجل المؤتمر الى اواخر السنه القادمه، ايش تبقى الرسائل اللي عملتوها سعبتي في الزوز رسائل؟ وهالنقاش والجدل سيبقى سيعلق من هنا لاخر 2021. لا شوف قلت لك فما حوار ونقاش داخل الحركه، وثم حتى المره الاولى اللي كان المساله مستصغرها وكذا كذا بالنقاش وعاء بالأهمية نتاعها وبأبعادها الفكرية والقيمية والأخلاقية.
بالنسبة لتأجيل المؤتمر اتكاء على مسألة الكوفيد، من أدراك أنه بعد شهر الكوفيد سينتهي؟ أنك تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. اللجنة المضمونية ولجنة العدد المادي تشتغل بلين ما لتنفيذ قرار مجلس الشورى أنه المؤتمر في نهاية 2020، وهذا تقدير سياسي. نهار اللي ينتهي الكوفيد، النهار اللي يمنعنا الكوفيد، وقتها تنقولوا منعنا الكوفيد، إيه اما إذا مش إذا استباقا إذا قدمت اللجنه تقريرها الصحي وقالت انه النسق انتشار. هذا غير علمي، هذا غير علمي، هذا غير علمي. لا اولا مش تقدم الاسبوع القادم في الدوره القادمه، إيه لم يقدم، لم يقدم. واذا تم تقديم التقرير نتاع اللجنه الصحيه نتكلم فيك بالعلم مجلس الشورى انتهى الامر، اتخذ القرار بالاجماع باغلبيه الاصوات في مجلس الشورى ويؤجل مؤتمر 11 اللي انتم قاعدين تعاركوا لكل الى اخر السنه القادمه. لكل حادث حديث، انه اللجنه دي انا في بالي بها موجوده، ولكن ما اطلعتش على تقديرها هذا، في الاصل ما يخرج الا ما يولي رسمي. لا يمكن ان نأجل مؤتمر بسبب الكوفيد وبعام. اذا تأجل واضح انه معروف، اذا اتخذ القرار في مجلس الشورى لكل حد الحديث مشى وتأجل لكل المؤتمر. تأجيل المؤتمر بسنة لا تكون خلفيته إلا سياسية، تأجيل سياسي يعني يقال. وهذا وهذا لا يجب أن يكون يعني مش نجم يكون رد فعلكم أنتم الميت قيادي مصحين على رسالة وتستعجلوا الحسم هذه في مسألة ترشح الغنوشي. إذا تقرر تأجيل المؤتمر شو يكون رد فعلكم؟ أنا استبعد اذا وقع خلينا المساج غنمشيو بالقرار، القرار مدرسه الارايتيه القرار الحكيم. رايت لو تم تاجيل المؤتمر؟ ما احنا ملكيه في تونس، الملكيه ما يمشوش برايت، هذه نتاع احناف، احنا ماناش احناف. اطرح السؤال هذا في العراق. الدكتور عبد اللطيف المكي، انت قلت منذ قليل انه عندك مؤاخذات ربما على طريقة التوافق مع النداء اللي كان على بين يعني كان بين أشخاص وليس بين الهياكل، هياكل الحزبين، حركة النهضة و الأليبوك نداء تونس. اليوم عندكم نفس المؤاخذات على طريقة التوافق ربما، والتوافق اللي صاير حاليا بين حركة النهضة وقلب تونس، كيفاش يراها عبد اللطيف المكي اليوم، خاصة أنه الحملة الانتخابية لحركة النهضة قامت كلها ضد قلب تونس، واتهموا على الفساد اللي اتهمتوا به وعلى الأشخاص بعينهم، وكانت حرب ضروس بيناتكم في الـ في الـ في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. اليوم نلقاو حركة النهضة جنبا إلى جنب مع قلب تونس. هذا موضوع اختلاف منها كذلك، وإدارة العلاقة مع الأحزاب لا تزال تحمل نفس البصمات، إدارة شخصية فردية، نادرا ما تتجاوز إلى 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 خارج منها الشخص. بطبيعة ما كانتش حركة النهضة هي اللي تتهم في حزب قلب تونس بالفساد فقط، تذكروا الحملة اللي قام بها سي يوسف الشاهد رئيس الحكومة آنذاك، والملفات اللي أثيرت لدى القضاء، وحركة النهضة تساوقت مع الشيء هذا. أنا بيدي نقول يلزمنا نرسيو حاجة تقليد في تونس وثقافة اللي تتعلق به تهم حقيقية ويصبح القضاء يحقق فيها، يجبد روحه شوية من الحياة السياسية حتى يصدر القضاء القرار متاعه. ولو أدى الأمر أن نوجد قوانين مثل هذه القضايا يقع البت فيها بسرعة، عشان ما يبقاش الإنسان يعني معلق سنوات وسنوات. الحالة هذه حزب نبيل قروي تقول لي جاء بالطريقة ذيك حملته الانتخابية تمت إلى غير ذلك، لكن لا يمكن اتهام يعني كل شخص فيه أنا بالفساد. ثم رئيس الحزب متعلقة به هذه الملفات، حبينا التحالف. انتم راكم مشيتوا لأبعد، ما انتم وعدتوا قواعدكم انكم لن تتحالفوا مع من اعتبرتوهم بحزب الفساد، وهذا يسأل عليه رئيس الحركة. حبينا مشينا التوجه الطبيعي، مشينا للتيار ومشينا لحركة الشعب، مشينا بطبيعة التحية تونس، لكن تعرفوا ثم أطراف صعبت علينا، لا ما نحبوش رئيس الحكومة من النهضة، وأصبحت فيه مناورات وأعمال وإلى غير ذلك. هذا لا صار، وبالتالي الوضع السياسي اليوم في تونس الحقيقة وضع غير عادي وغير طبيعي،
ولن يمكن لا من تنمية ولا من إصلاحات. نعود للمؤتمر الدكتور. هناك امكانيه لان ما طرحتوش يهديكم. تفضل برهان، تفضل تفضل ونمشيو للوضع السياسي. مهدلنا الوضع السياسي. تفضل برهان. مؤتمر ودرا شنو خلينا نشد شويه حلقات عندكم. يلا يلا كلمه لا شكرا على تنازل برهان. لا ما تنازلش برهان ما تنازلش. عمتي في مكي التو قلت لي فشلوا مع راجل غنوشي، عاومت القضيه ومسائل تتعلق بالحوكمه والتسيير واحنا وننصحوا ننصحوا. انا نعرف انه داخليا لغتك حاده. داخليا عبد اللطيف المكي من الناس اللي عباد اللي قالت لهم انا يائس من هذا الرجل، هذا الرجل لن يتراجع. شكون قال؟ والله باش نقول لك بالصدفه انتم عندكم جروب فيرمي فجأة لقيت روحي في وسط الجروب فيرمي وانت كتبت نعطيك التدوينه في وسط الجروب فيرمي بتاعكم ما يسالش حاجه اخرى هذيك. يعني وتعرفوا في بعضكم انتم عندكم اختراقات وهذوكم يعسوا عليكم وانتم تعسوا عليهم وعركتكم مع جماعه راجل غنوش اعتقد اعتقد في ذلك وعبرت على انه السيد متمادي يعني ولن يتنازل وانت تعرف ذلك في قناه نفسك وهذه المعركه بتاع الفصل 31 ستذهب الى المؤتمر وله مباراته اللي تعتمد على ان السياسه موازين قوه اخويا نحي لي بالديمقراطيه ما اقترح قصه الديمقراطيه والديمقراطيه قصه علاقه بين الاقليه والاغلبيه هذا في مطبخكم الداخلي انت للراي العام عبد اللطيف المكي التو ما وضحت الناش قصه هذا رجل غنوشي لماذا عليه ان ينسحب من حركه النهضه هل لأنه يعني فقط قصة 40 سنة ولأنه 40 سنة استهلكها على رأس حزب يمشي على روحه ما هي أخطاء شنو اللي كان يمشي كان فيه رئيس آخر على حركة النهضة كان يمكن أن يكون أداؤه أفضل وفي ماذا أداؤه أفضل هذا الجزء الثاني من السؤال الجزء الأولاني من السؤال الجزء الثاني لا يعتقد أنه عبد اللطيف مكي في هذه الأجواء الغير واضحة المعالم سياسيا في مشهد متشابك متقاطع صعب جدا الكبة هذه باش تحي كل خيط وتفهمه انه يؤدي في دور جيد جدا لخصوم حركه النهضه، فجاه سي عبد اللطيف مكي ولا يستشهد بيك من طرف الد خصوم النهضه، يقولوا والله يا الغنوشي المكروه هذايا والله عنده الحق سي المكي ومجموعه سي المكي وهذه النهضه بها وعليها وهذه كذا وكذا، يعني الا تخاف انه مدخل هذه الخلافات ستكون فيها انت اداه لشقان هذه الحركه من جهه، ثم فيما اهم ثالث حاجه انه دورك لن تجده حتى بالنسبة لمعركة خلافة حركة النهضة لأنه يبدو يقال أن هناك من ينتظر وملتزم بمواقف غير صدامية مع رئيس الحركة رغم أنه يتبنى سرا مواقفكم اللي هو سي علي العريض تخدموا له تخدموا له وأنتم سيكونوا نصيبكم شكر الله سعيكم في معركة الخلافة. شوف أولا هذه حاجة مش باهية أنك تدخلوا المجموعات نتاع الناس. والله جاني كنت قاعد وحدي. كنت قاعد لقيت الواحد. لا مسرب. كنت قاعد. مسرب. مسربة. مسربة. اللي هو مسرب. اثنين. تعرفها سي ناجي ما وريتها لي كذا وريها لبعض. لكن انتوا جايين احنا نخوضوا في هذا الخلاف منذ 7 سنوات. يعني أصبح مهيكلا يعني منذ 7 سنوات منذ 2013 بطريقة أخلاقية جدا. فيها سب ولا شتيمة ولا ولا وعندما تجي ظروف خاصة الناس كلها نتوحدوا سواء كان في انتخابات كما الانتخابات البلدية أو في المحاولة البائسة متاع سحب الثقة من رئيس البرلمان أو كذا أو كذا لكن لا يمكننا أن نصمت على أخطاء استراتيجية لأنه بعد مدة سنواجه سؤال التاريخ سنواجه سؤال الضمير أنا اليوم نشوف حول بورقيبة في بداية السبعينات كان ثم كوكب من الوزراء كما طاهر بالخوجة كما إدريس جيجا سي محمد مزالي محمد الصياح يعني كان ثم كوكب من الناس بغض الطرف عن سياسة الحزب إلى اليوم اليوم ما تنجمش الناس هذوما توجه لهم تهم كبيرة يعني أنهم سرقات كبرى وإلا فساد كبير وكذا لو أن بورقيبة وقتها وقت بدا سلم للناس هذوما ربما الحزب الاشتراكي الدستوري لدبت فيه الديمقراطية اللي بعد مزالي حاولها في 82 ولا وزير أول ولا دبت الديمقراطية في البلاد ولا ما عرف بورقيبة ذلك المصير بطبيعة أنا مانيش نشبه في الشيخ راشد ببورقيبة لكن نشبه في الحالات لكا ثم ديكا يشبهوا بعضهم ما فروق كبيرة شو فروق كبيرة يعني استنقاص من بورقيبة ولا شو؟
ثم فروق كبيرة، ثم وقت نقولوا فروق سبك يتشبه بورقيبة فروق توا انتم لا لا بجد بجد مش يقولوا لك الاخرين واش خاصهم كما قال لك ثم فروق كبيرة، ثم فروق كبيرة في السياق. بورقيبة كان السياق في السياقات، في خصال الشخصيتين، في الى غير ذلك، في الوضع السياسي الى غير ذلك. فتخطئون عندما تستعملوا أداة التنازع على السلطة والمواقع في تفسير الوضع في حركة النهضة. أنا أقول لك بالتأكيد، إحنا قضيتنا قضية مؤسسات. حركة النهضة يعني دخلت إلى السجون يعني معدل 15 سنة، يعني ثم اللي تسجلنا أكثر من 15 وثم اللي أقل من 15 سنة، بالألاف يعني أقل شيء تلقى 15 ألف، وخرجت موحدة. إلا يخرج من السجن اليوم يتصل غدوة بصحابه يقول له ما هي كيفاش نستنفوا. فقضيتنا قضية جماعية ماهيش قضية أفراد، أن يكون الأخ علي، أن يكون الأخ فلان زيدان إلى غير ذلك، ما يقلقش العكس. أنا متأكد أنه عندما تخدم المجموعة فنان. اليوم تقول لي شنو النقائص نتاع الأستاذ راشد، أنا أكتفي بالقول هو التفرد بالقرار. أن يتفرد بالقرار على حساب لا ما تقوم يتفرد بالقرار، يتفرد بالقرار على حساب المؤسسات. الأشياء الأخرى تنقلوها في مؤتمرنا، تنقلوها في اجتماعاتنا الداخلية وقلناها كذلك إذا صار في وقت. شكرا ليك. لا باش نتعداو للمحور، ما عندي عندي وقت. عودة حماد الجبالي، العودة المنتظرة لحماد الجبالي كأمين عام للحركة. في حديث متقدم يعني، لكن لا تم أدري. الاتصال به على ما أظنه ووافق وأبدأ موافقة. تم الاتصال، لا الأستاذ حمادي معناه ربما هو يحبذ أنه يتحدث، ما هيش قضية عودة شخص، ويحب يصير ديناميكية أخرى تخرج من الوضع هذايا. هل ستنجح أم لا؟ لا معناه لا علم لي. نتعداو للمحور الأخير، كيف ينظر الدكتور عبد اللطيف المكي للوضع السياسي الحالي؟ هذا هو السؤال المطروح بعد هذا التقرير. لا يختلف عاقلان في الإجماع على أن الوضع السياسي في تونس يشوب التوتر وتسود الخلافات والصراعات بين مختلف مكونات أطيافه السياسية على اختلاف مشاربها. فهذا البرلمان منبع التشريع والقوانين، ومنذ ما يزيد عن عام من انطلاق عهده جديدة لا تفوح منه إلا روائح الصدام بين كتله تزيد في تعقيدها مبادرات تشريعية تلاقي دعم أطراف دون أخرى. آخر الخلافات كانت بشأن مبادرة ائتلاف الكرامة حول تنقيح المرسوم 116 اللي يعنى بالاتصال السمعي البصري، واللي يلاقي رفضا مطلقا من الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والمنظمات الوطنية كاتحاد الشغل وعمادة المحامين، إلى جانب كتل برلمانية كالكتلة الديمقراطية وتحيا تونس والإصلاح الوطني والكتلة الوطنية، بينما تدعم الجبهة البرلمانية المكونة من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس. وفي الوقت اللي تقدم فيه الكتلة الديمقراطية مبادرة تشريعية تعنى بتنظيم قطاع الإعلام، طالبت حكومة هشام المشيشي البرلمان بسحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري لفتح طريق أمام مبادرة ائتلاف الكرامة، وهو ما قد يعمق أزمة الخلاف مع رئاسة الجمهورية اللي دعت إلى احترام الدستور وحرية الإعلام بعد أن اختلفت معها سابقا بشأن التعيينات على مستوى جهاز الاستشاري للمشيشي. حالة التصدع اللي يعيشها البرلمان اليوم تجسدت أساسا في تواصل اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر ودعوة رئاسة البرلمان إلى إصدار بيان اعتذار حول العنف اللي تعرضت له الكتلة من نواب ائتلاف الكرامة، وكذلك مطالبة الكتلة الديمقراطية رئيس مجلس نواب الشعب بإبطال الإجراءات الاستثنائية بعد معاينة خروقات بشأن عدد المصوتين أثناء جلسة 7 أكتوبر. المعارك السياسية وإن اختلفت أماكنها ومضامينها فقد ألقت بظلالها على علاقة الرئاسات الثلاث، فحصول التقارب بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي زاد في دعم وتوفير حزام برلماني للحكومة، بينما سلكت رئاسة الجمهورية طريقا موازيا اختلفت فيه مع الغنوشي حول المواقف بشأن القضايا الخارجية، ومع المشيشي بشأن قربه من بعض الأحزاب السياسية أبرزها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
مرحلة الانسداد لإبلاغها المشهد السياسي في تونس تتزامن مع وضع اقتصادي واجتماعي متأزم نتيجة جائحة كورونا لتعصف بالبلاد وتحول كل المؤشرات إلى المنطقة الحمراء، ما يجعل السنوات القادمة كلها كبيسة على جميع الأصعدة. فهل تقف النخب السياسية وقف التأمل والتعقل لإنقاذ ما يجب إنقاذه؟ أذكركم لضيفنا الليلة في الغضب، هو الدكتور عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة وزير الصحة السابق. رحبوا بك من جديد. نحكي على هالوضع السياسي المتقلب، الوضع السياسي اللي فيه برشا جدل. نبدأ ربما بالنهضة قلب تونس، ائتلاف الكرامة. نشوفوا بيناتهم اليوم برشا تنسيق داخل البرلمان، نشوفوا برشا لقاءات تجمعهم مع رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي. هل يوصف عبد اللطيف المكي اليوم هذا الثلاثي بالائتلاف الحاكم كما بعض زاد القياديين فيه يسميوا نفسهم يوصفوه بهذا التوصيف؟ وهل انه من الغايات الاستراتيجيه لهذا الائتلاف او التجمع هذا اللي يضم ثلاثه هي تحويل حكومه هشام المشيشي من حكومه كفاءات مستقله الى حكومه سياسيه بامتياز؟ طبيعي أنا نؤمن بالحكومات السياسية، الحكومات السياسية، لأن الحكومة هي قيادة، القيادة هي اللي تعمل خيارات وهي اللي تنفذها وهي اللي تتحاسب عليها. لكن بالطبيعة مانيش وحدنا، ثم الواقع يفرض أشياء. السيد رئيس الجمهورية عين السيد هشام المشيشي والأحزاب الثلاثة ذي قررت المساندة متاعه، بالتالي هي أحزاب حاكمة وستتحمل مسؤولية نتائج الحكومة هذه، لأنه لا أحد غصب الأحزاب هذه باش تعطي الثقة، وأعطات الثقة تقديرا لمصلحة البلاد أنه ماهوش وقت مناسب لانتخابات سابقة لأوانها، أو حتى إذا كانت توجد فتوى دستورية تعين واحد آخر ونشوفه إلى غير ذلك. فبالتالي هو ائتلاف حاكم نجم يجمع بعضه في ظل الحدة في الانقسام اللي موجودة في البلاد، اللي الحقيقة مدمرة بالنسبة للبلاد، مدمرة بالنسبة للتجربة التونسية، مدمرة بالنسبة لفرص التنمية وتغيير واقع الناس. ترى أنه حركة النهضة أحسنت اختيار شركائها الحاليين؟ أقول لك شيء أحسنت، ولكن هذاك لا ممكن. حركة النهضة حبذت دائما وب عند كل القيادات لو أن يكون دائما الائتلاف يكون أوسع فأوسع، أوسع فأوسع، ولكن هذا كان اللي كان ممكن. سي عبد اللطيف، احنا نقيمه في العمل البرلماني، أنت ابن حركة النهضة وفي النهاية أحد القيادات اللي عشت مع رشد غنوشي تأسيس هذه التجربة، التفرد بالرأي يدعوك إلى أنك ترى فيه أنه ما عادش يكون مستقبله القيادي على رأس حركة النهضة. في البرلمان طرح موضوع سحب الثقة من السيد رجل غنوشي، التقييم بالنسبة لهؤلاء سوء الأداء، هذا تقييمهم هم أحرار فيه. لاحظت وقتها عندك تعصب وانتصار قوي للسيد رجل غنوشي، يعني مواقفك كلها كانت ما رحمتهمش الناس اللي مشوا في التمشي سحب الثقة. عشرة أود تكتب تدوينة تعتبر سلوك عبير موسي سلوك قطاع طرق، كيفاش تقيمه على المستوى السياسي وانت تقول قطاع طرق لنائب شعب في النهايه ترى نفسها خصم سياسي لحركتنا؟ شوف، واضح انه ثم كتل برلمانيه مش مقتنعه بالتعايش بين التوانسه، ما زالت ما استوعبتش انه صارت ثوره في البلاد والقوى السياسيه توجد بحسب ما يعطيها الشعب من الفيزا الانتخاب، وتحمل خطاب قطيع وخطاب وعيد وخطاب العودة إلى الخلف، وهذا ماهوش بناء، معناها ما يخلي حتى فرصة للحوار الهادئ. أنك تجي أنت تعطل مؤسسة برلمانية بالقوة البدنية، معناها تعطل مقاومة، هذا ماهوش سلوك سليم، أوصفه بقطاع طرق أو بغير كذا. علاش ما وصفتش الطرف الآخر مثلا السلوك اللي هو قريب من الكرامة؟ شوف أنا سلوك أدين متقارب، إذا كان قيمنا موضوعين هذا السلوك أدين أي حاجة خارجة على قيمنا كتوانسة، خارجة على القانون، خارجة على المنطقة السليم، ولكن ديما المسؤولية تلقاها متفاوتة. فما حزب متبني إفشال التجربة البرلمانية وربما إفشال التجربة السياسية،
ويتوعد. وهذا يلزم بكل صراحة الناس كلها تأخذ موقف، لأنه يتعلق بثقافتنا السياسية ويتعلق بمستقبل البلاد هذه. ولذلك هذاك علاش الخلاف عندما يكون شريف ونزيه ما يدخلش كل شيء في بعضه، كل حاجة تقدر بقدرها. وعملية سحب الثقة من رئيس البرلمان لم تكن مبنية على سوء الأداء متاعه ربما بالنسبة لبعض النواب، ولكن كان استهداف سياسي. وأنا شخصيا قلت له ما ننصحكش باش تمشي رئاسة البرلمان، الشق البرلماني يدفع إلى سحب الثقة. سحب الكيف يقول عكس هذا ويدين رئيس البرلمان رشد الغنوشي بأنه تصرف كما لو كان يعني زعيم سياسي، وظف البرلمان، وظف صفته كرئيس البرلمان لهي خدمة أجندة غير برلمانية ما عندهاش علاقة ب يعني خلينا نقول. أنا نعطيك مثال يا أستاذ، أنا نعطيك مثال، نعطيك مثال. قد يكون ما ثماشي حتى هذا اللي تقال راهو، شوف هذه المبررات نتاع أصحاب مطلب صاحب الثقة. لا لا كانوا مختلفين. يعني أنتم يعني أنتم تحبوا تنحيوه من رأس من الحركة وتلوموا على العباد اللي يحبوا ينحيوه من على البرلمان؟ طبعا نفس الاحترازات يا خويا يقول لأنه وخاصة سي عبلطيف أنك تسمع بعض الأصوات العاقلة من الناس اللي طرحت عملية سحب الثقة من الغنوشي، طرحت مسائل فنية ليست ذات علاقة بمواقف سياسية ولا شيء. قال لك الرجل ما ينجمش يشرف على الأشغال، الرجل في إدارته لمجلس المكتب ما ينجمش يكون موجود بحكم السن، بحكم الوضع، بحكم التركيز الذهني، يعني قضايا حقيقية. شوف شوف السياقين مختلفين، ثم وضع قانوني في حزب في كذا في كذا، وثم هذا رئيس برلمان منتخب قدامك. احنا ما قلنا لهمش في طال القانون ما ادناش، لم ما قلنا لهمش ما عندكمش الحق تطالبوا بسحب الثقه، هذا حق يعطيه لكم القانون. كنت تصفها بانها عمليه بشعه، ولكن الاسباب التي قدمت كان واضح طاغي عليها جانب سياسي. نعطيك مثال الاحتجاج على حبيب خضر، تعيين الحبيب خضر مدير ديوان. اش بهم ما احتجوش وقت اللي سي محمد الناصر عين سي قزقز قزقز سي حمدي قزقز عينه مدير ديوان. شكون سي حمدي قزقز؟ نائب انتخب على قلب على نداء تونس. سي حمدي قزقز دخل البرلمان كنائب، بعد اسبوع او اسبوعين عينه مدير ديوان، لم نتكلم لانات بان دو بوا دو مزور. اذا كان انت احتجاجاتك قانونيه معناها وفي طريقه الاداء وتقنيه، والله كتلة التيار الديمقراطي وكتلة النهضة مع بعضهم يجيو يحكيو بالهدوء. ما بداش الموضوع في حديث بهدوء أو رئيس البرلمان كذا وكذا، لا بدات في شكل هجوم سياسي، مما خلى حتى لو كان ثم أسباب فنية صحيحة خلاها محل شك ومحل تساؤل. والزوز أطراف اللي قدموا الكتلة الديمقراطية ومن معها ثم الحزب الآخر قدموا وحدهم، رئيس البرلمان قال ما همش نضمهم لكم يعني مع بعضهم، كان واضح طاغي الجانب السياسي واستهداف الرجل. لذلك انا قلت له هذه احدى الاسباب اللي قلت له ما تمشيش رئاسه البرلمان. فهمني؟ قلت له ما تمشيش رئاسه البرلمان لانهم سيستهدفونك لانك فلان. واضح. دكتور عبد اللطيف المكي باش نرجع لك لمساله الائتلاف الحاكم، ولو انه كي نحكيو عن النهضه قلب تونس ائتلاف الكرامه، ائتلاف الكرامه يصنف في المعارضه حسب تصويته للحكومه. اليوم صار اختبار حقيقي لهذا الائتلاف او لما سميتموه بالائتلاف الحاكم، انهارت يوم محاوله الباساج اون فورس في تنقيح المرسوم 116، وصار حتى قبله في مساله التصويت على القانون اللي سبقه نتاع التعاون الاسلامي، وفشل الحزام هذايا او ما سماه رئيس الحكومه بالوساده في حتى الحصول والجمع 109 صوت. اليوم الشيء هذايا واللي صار نهارتها خلى الحكومه تتراجع حتى في من خلال تصريحات المكلفه بالاعلام لدى رئيس الحكومه في علاقه بتنقيح المرسوم عدد 116 ومبررات سحب القانون هذايا اللي كان قد اودع بمجلس نواب الشعب. ثم هشاشه يا استاذه، ثم هشاشه في الحياه السياسيه والبرلمانيه. يعني اليوم تقول انه ما نجمش الائتلاف الحاكم يجمع الأصوات الكافية، طبعا لأنه الكتل اللي مشكلة لي ثم كتل صارت فيها معناها انقسامات، صارت فيها اختلافات، ونعكس على هذا على موقفها من الحكومة.
وهذاك علاش قلت لك التوجه نتاع حركه النهضه ان يكون ائتلاف اوسع ما يكون، اوسع ما يكون. ولذلك توجهنا في البدايه لطيف اوسع من هذه، نجم يجمل 140 150. فبالتالي هذه الهشاشه كيف سنعالجها؟ اعتقد بمراجعه الجميع لمواقفهم، لانه اليوم الشيء اللي قاعد يصير هو على حساب التنميه. انا تو عندنا عام من الانتخابات تغيرت شي حاجه؟ ما تقدمناش ما صار حتى شيء. نختم في 10 ثواني في بسؤال مباشر وما ننساوش فقره رايك فيهم. يستمع، انا حبيت نختم الحقيقه السؤال بتدوينه كتب عبد اللطيف المكي. يوم التوديع او يوم وفاه رحيل مرحوم الباجي قايد السبسي عملت تدوينه ما علقتش عليها، لكن رجعت لها غالب سمحني معناها باش نرجع بيك شويه ل 25 جويلية 2019. حبيت تفسر لي سر التدوينه هذه. قلت سيدي الرئيس ادعوك ادعو لك من كل قلبي بالرحمه والخلود في جنات النعيم، اشهد لك انك رفضت باسلوب انيق محاولات خارجية لضرب التجربة التونسية. ماذا يقصد عبد اللطيف المكي بالمحاولات الخارجية لضرب التجربة التونسية؟ فما جهات، جاوبني بصراحة، فما جهات عربية طلبت من الرئيس الباجي قايد السبسي باش يدخل في شق الصف الوطني وإقصاء هذا وأدخل هذا مقابل أشياء مالية، لكن الرئيس كانت عنده نخوة السياسيين الحقيقيين، يعني صورته هو كممثل للتوانسة جميعا بتاريخه الباجي قايد السبسي أحكم عليه اش تحكم، لكن سياسي أنا أنه يتجاوب مع مثل هذه المسألة. شكون الجهات هذه سامتي؟ جهات عربية. شكون تحديدا؟ جهات عربية توانسة يعرفوها كلها وانت تعرف جهات عربية. والله أنا ما نعرفش. وهذا موريتانيا ممكن، وهذا انا شك في موريتانيا سورتو انت على مخترت من وزارة الصحة وزير الصحة الموريتاني. انا شك في موريتانيا، كلمتهم الخمسة، وزير الصحة الجزائري والمغربي والليبي اللي كلمتهم المغاربيين كلها كلمتهم. يعني ما كنتش باش تاخذوا منه إجابة واضحة. نمشيو تو سويت لفقرة رايك فيهم. يلا دكتور نختم معك مجموعة من الصور، في كلمتين كل تصويرة تقول لصاحبها. محمد عبد، أعتقد أنه لازم يدخل في مرحلة متاع تأمل عميق لكل ما قام به. الصورة اللي بعدها السيد راشد الغدوش، قولوا إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية. جواب مختلف على كنت تقول فيه. لا اللي بعده أنت كنت طالب برحيله. رفيق عبد السلام، قولوا ان شاء الله ربي يوفقك. جواب دبلوماسي. لا علاش؟ وهو في نزل الاكروبول هذه. اللي بعده محمد جبل، نحييه حييه. تحسوا جاي لكم وعليكم. تعطيني السيح توا يخليني مش كي موريتانيا. لا حمادي، الاخ حمادي رجل يعمل بالمؤسسات. الصوره المواليه الياس الفخفاخ، نقولوا نتمنى له باش يراجع كذلك هو المسار الكل، ونقول ان شاء الله ربي يظهر الحقيقه. اللي بعدها عبير موسي، العصفور انطلق من القفص ولن يعود. اللي بعدها علي العري، نحييه تحيه كبيره الاخ علي وادعو له بالتوفيق ان شاء الله بالحفظ. محمد المنصف المرزوقي، كذلك نحييه مناضل شريف واصيل السيد الرئيس السابق المنصف المرزوقي. الصوره اللي بعدها هشام المشيشي، كذلك نتمنى له التوفيق لانه في الكل باش تتمنى له التوفيق. ما عندكش التوفيق، ما عندكش حاجه لانه هو في امتحان كبير وفي مسؤوليه كبيره. ماذا افضل من نجح الى حد اللحظه او التوفيق؟ يعني هي بدايات ما نجموش نحكموا عليها، ولكن بحرصه على التنسيق مع كل الاحزاب السياسيه مع رئاسه الجمهوريه اعتقد نقطه ايجابيه هذه. الباجي قايد السبسي الله يرحمه، رحمة الله عليه، ما كنت ننقده ولكن كما قلت لك في رحمة الله عليه وعنده مواقف إيجابية، ربي يرحمه إن شاء الله.
ويرحم زوجته معناها كذلك. ربي يرحم. اللي بعد نبيل قروي. نكرر الكلام السابق، قلوا القضية ليست شخصية ولا كذا، وإنما يجب توضيح الملفات بالقانون أكثر ولا أقل. الصورة الموالية سيف الدين مخلوف. سيف الدين مخلوف إن شاء الله الأيام تعطيه مزيد من الخبر السياسي. الصورة الأخيرة، ماذا تقول يا عبد اللطيف المكي؟ فكر بعمق دائما، فكر بعمق دائما، فكر بعمق دائما. وانا اقول لك ربي يوفقك دكتور عبد اللطيف المكي. شكرا لك على حضورك معنا، شكرا لك برهان ناجي خليفه، يعطيكم الصحه انتم على حسن المتابعه. غونديفونا ان شاء الله نهار الاثنين القادم. ما تفهمنيش فوق التسعه، فوق التسعه كملنا التسعه باش نلتزموا بالوقت. شكرا لكم مره اخرى، نهايه اسبوع موفقه للجميع. على اللقاء، الى اللقاء. صباح الخير.